السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. إجات لكم فيديو جديد، وفيديو اليوم حيكون كتير حلو، إن شاء الله حيعجبكم. بس قبل ما نبلش هذا الفيديو، لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. طبعا يا جماعة، فكرة فيديو اليوم وهي نسوي إعادة تدوير بالغطي تبعون الأناني. فأول إشي حننظفهم تنظيف كامل، وبعد هيك ألوان أكريليك أو ألوان عادية، بس لأنه إحنا بدنا نستخدم زي هذول البلاستيك فحنحتاج ألوان أكريليك. هألون لكم إياها وأرجع. هيك يا جماعة لونتهم كلياتهم ألوان هاي، وجبت هنا واحدة لونها بيضة، وجبت سيليكون هاي صورته هون، حألزق لكم إياها كلها وأرجع. هيك يا جماعة صارت النهاية. هاي